اهلا اهلا، ازيك يا حلا؟ على فكره بقى انا مش زعلان منك، وادينا اهو فاتح لك باب بيتي وعلى استعداد تام ان انا سامح. معلش ما بعرفش ازغرط، مش عارف اعبر لك عن فرحتي. حلا حلا، انت تهجمت عليا وهنتيني في قلب مكتبي. يا سلام، من باب للطاق كده ولا انت كنت عايز حد يكنسك ويعبيك في كيس؟ جرى ايه يا حلا؟ ما تلمي الدور بقى يا حبيبتي، احنا جايين على نفسنا وعايزين نساعدك، يبقى ما تقلبيش بقى في الدفاتر القديمه بدل ما اطلع اللي عندي. وانت عارفه بقول لك ايه، انت اقعدي على جنب، احنا ولا هنطلع الدفاتر القديمه ولا في الجديده، لو قلبنا في الدفاتر القديمه كلنا هنزعل من بعض، واحنا بصراحه عايزين نفتح صفحه جديده كده ان شاء الله. ولا نزعل ولا نفرح، خلينا في المهم، خلينا في موضوعنا. بصراحه كده انا ما عنديش وقت اضيعه وعايزه اجيب من الاخر. وماله حبيبتي، هاتي من الاخر، ايه المطلوب؟ عايزين حد ياخد الفلوس من اللي بيشتري ويديها للي بيبيع. انا افتكرتك عايزه حد يشتري. لا انا اعرف الاثنين وعايزه الوسيط. عايزين وسيط؟ طب وعلى ايه يعني؟ من اللي هيشتري يروح للي هيبيع ويشتري منه على طول دايركت يعني؟ ما هو مش عايز يظهر في الصوره. مش عايز يبان في الصوره؟ انت تعرفيه منين؟ يعني حد معرفه. معرفه قديمه، العلاقات بتنفع برضو. طب طالما معرفه قديمه وعارفه كل الاطراف بتجيبي وسيط ليه؟ خد انت الشغلانه من اولها وتطلعي برغيفك سليم كده، محدش قاطم منه يعني. ما انا برضو ما ينفعش اروح للي بشتغل معاهم واقول لهم ان انا اعرف حد عايز يشتري سلاح. استغفر الله العظيم يا رب، الهموم والوساخه مكتوبين علينا طول حياتنا. هموم ووساخه ايه يا هبله انت؟ اقعدي على جنب واسكتي، ده اكل عيش يا بابا. انت عارف دي تعرف مين؟ تعرف مين يعني؟ ناجي الخليلي. ناجي مين؟ الخليلي. تعرفه؟ اعرفه يا بنتي، ده 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 ده, ده صوره ماليه الجورنال والتلفزيون. اعرفه، ده انا اعرفه عز المعرفه، ده حاجه كبيره قوي يعني. مش واللي هيشتري اكبر منه كتير. طب ودول محتاجين للناس الحسالة اللي زينا يتواسطوا ما بينهم ليه يعني؟ الراجل ده اول مره يشتري كميه سلاح كبيره، عايز حد يتكلم بالنيابة عنه، مش عايز يظهر في الصورة، مع ان هو عنده 500 طريقة. بس لما عرف ان انا بشتغل مع ناجي الخليلي وثق فيا وكلمني، وانا بقى خدته على مشان، ومش عايز الراجل ده يطير من ايدي. شكله كده غرقان بششته. انا هكلم ناجي الخليلي النهاردة وهقول له ان انت وكيل الراجل ده، وان اسمه الحركي الصياد. الصياد؟ وبيعرف يصطاد؟ ناجي الخليلي هيكلمك، هتديله العربون وهتقوله ان انت هتديله كل التفاصيل بعد كده، وان الصياد هيكلمك وهيرسيك على المطلوب. ثواني كده يا حبيبتي، ارجعي هسايه كده لورا، عايزين انا ادفع عربون؟ اوعى يا بنت تكوني جايه تنصبي عليا وفي الاخر تنصصي معاهم. يبقى انت ما تعرفنيش يا بابا، ده انا 5 مليون جنيه، 10% من اجمالي اللي هياخده ناجي الخليلي. ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت هتشتري سلاح لحساب الصياد ب50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه؟ طب وانا نصيبي في الحكاية دي كام يعني؟ 5%، يعني 2.5 مليون جنيه. بس بقولك ايه؟ فتح مخك وتعمل كل اللي يقولك عليه. اعتبريني فردة شراب بأستك في رجلين معليه. عايزة وصل ولا حاجة؟ لو فكرت تلف وتدور او تحط ايدك على حاجة مش بتاعتك، قول علينا كلنا يا رحمن يا رحيم. اطمني يا اختي وحط في بطنك بطيخه صيفي. اللي يخلي واحد اعمى يحتفظ برقم تليفون مهم زي ده على كارت ايه؟ هيقراه؟ وانا مالي؟ نعم انا مالي؟ انا لقيته بيكلم العقيد حمدي وبيقول له ان هو هيجيب منه رقم تليفون الراجل اللي يعرف الصياد. ما كدبتش خبر. طب ولما يعرف ان الكارت ضاع؟ ما ضاعش، انا صورته ورجعته مكانه، ودي صوره منه. يعني انت خدتيه وصورتيه ورجعتيه تاني مكانه من غير ما هو يحس؟ مش أعمى. ما شكش فيكي بعد اللي حصل؟ قصدك بعد ما خطفته؟ بالظبط. مش عارفه،
أكيد يعني شك؟ لا ده طبعا أكيد شك في كل اللي حواليه. طب ومعرفتيش رجع إزاي؟ رجع عادي، عادي جدا. قال إن هو بيشتري هدية لأخته وإنه مش عايز أي حد معاه. هدية؟ مش يمكن ده كمين عامله عشان يجيب رجلي؟ يمكن. الله، ما تتكلمي عدل أمال. الله، ما أنا بتكلم عدل أهو. هو أنت شايفني بتكلم عوج؟ إيه؟ مالك يا بت؟ ما ماليش، بس أنا كده بصراحة ماليش دعوة. كمين مش كمين، أنا ماليش فيه. بأمانة بقى أنا زهقت وتعبت وعملت لكم كل اللي أنتوا عاوزينه. ده أنا حتى اتصرفت وجبت لكم معلومات أنتوا مش طالبينها. اعتقوني بقى لوجه الله. لسه محتاجك. يبقى تدفع. أنا عملت كل اللي فات محبة والاتفاق خلص، ومش هعمل أي حاجة تاني ببلاش حتى لو قطعتوني حتت. حقها حقها يا ريس، حقها. لو الكلام ده بجد يا سعادة الملكة هظبطك. ماشي. ألو، أنا الصياد. أيوة باشا، ما عليك أنا. اخرس خالص واسمع اللي هقولهولك ونفذه بالحرف الواحد. تمام يا باشا. أنا هبعت لك رسالة فيها لستة بالسلاح اللي أنا عايزه. اتفضل يا باشا. لما ناجي الخليل يجي لك اديله الليستة دي وشوف طالب فيها كام. يجي لي؟ هو هيجي لي يا باشا؟ ما تفصلوش وما تقولوش أي حاجة تانية. طب لو سألني عليك؟ قول له الحقيقة. الحقيقة؟ جرايالة، قول له الحقيقة. قول له انك ما تعرفنيش وبتتعامل معايا عن طريق التليفون وبس. اي كلمة زيادة مش هتبقى في مصلحتك. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه. لا يا باشا، انا لا يمكن اتصرف تصرف من غير يا باشا. هو ناجي الخليلي هيجي لي امتى؟ هتلاقيه قدام باب مكتبك دلوقتي. أسف إني جايلك من غير معاد، بس أنا ما كنتش عارف رد فعلك هيبقى إيه لو كلمتك في التليفون وقلت لك إني عايز أشوفك. اتفضل. بقاء لله. أنا مش عايزاك تحمل نفسك مسؤولية اللي حصل. إحنا كنا عارفين إنه خطر، ولو ما كانش مدحت عمل كده اكيد ما كانش هيحصل له الموقف ده. هو عموما يعني في تحقيقات بتحصل دلوقتي واحنا متاكدين ان امير نصار ده. انا بس مش عارفه. مش عارفه ايه؟ مش عارفه امتى مدحت بقى كده وازاي وايه السبب. اللي انا اعرفه ان المنحرف من وهو صغير بيبقى عنده استعداد، نتيجه تربيه معينه اثرت فيه وفي نفسيته خليته يكبر يبقى كاره نفسه والناس والبلد. بس مدحت كان شخصية كويسة قوي، كان طموح، والله العظيم كان أخ كويس قوي. مش محتاجة تقولي كده. هو الواحد ما بيحتاجش أكتر من إنه يغلط غلطة واحدة بعد كده من غير ما ياخد باله يلاقي نفسه بيخرب. عندك حق، بس أنا كمان كان عندي حق وما غلطتش. وأنا كمان ما كانش قدامي حل تاني. وأنا من الأول قلتلك ما تلومش نفسك. هو أنا عارف طبعاً إن الظرف مش مناسب، بس أنا في سؤال كده عايز أسألهولك. يعني ما ترديش دلوقتي، لما تروقي كده اهدي وفكري وكلميني. إيه هو؟ هو أنت كنت رافعة قضية على سيف عبد الرحمن عشان كان عازب واحد. مظبوط. أنا بقى عايز أعرف تفاصيل القضية دي لو ممكن. يعني ليه؟ أكيد أنت مش جاي تعرف مني اللي اتنشر في الجرايد، بتسأل على حاجة تانية. انت عارفه انه سيف عبد الرحمن كان بيساعدنا في قضيه الصياد،
احنا اكتشفنا ان كل الكلام اللي قاله لنا ما كانش دقيق بالمره. عشان كده انا عايز اعرف عنه اي حاجه، عن حياته الخاصه، ظروفه قبل ما اتصاب، اي حاجه ممكن تبقي عارفاها او عرفتيها بالصدفه وانت بتدرسي القضيه بتاعته، يا ريت تقولها لي يعني. بس يا طارق بيه، انت عارف ان دي اسرار. القضيه اتقفلت. ازاي؟ قضيه الصياد اتقفلت. انا بسالك بشكل شخصي على فكره. تمام، عايز تعرف ايه بالظبط؟ اي حاجه. نبتدي مثلا بالسبب اللي خلاه يعذب الراجل ده. تمام. الراجل ده كان متهم عنده في قضيه سياسيه، والواقعه دي حصلت بعد ما سيف بنته ومراته اتقتلوا. يمكن ساعتها كان محبط، ما كانش في وعيه، بس ده اكيد ما يدلوش الحق ان هو يعذب متهم عنده. تقولي الكلام ده حصل امتى؟ من 3 سنين. فين؟ هنا في القاهره. بس انا المعلومات اللي عندي انه قبلها كان شغال في اسماعيليه. اه بالظبط. اه بس بعدها الراجل طلع براءه بعد ما قعد في السجن شويه كالعاده، وكانت حياته طبعا اتدمرت. معلش بس تاني، انت بتقولي انه اللي حصل ده حصل هنا في القاهره؟ ايوه حصل هنا. الو. ايوه طارق، كنت بحاول اوصل لطفي حما سيف. كويس انك كلمتني دلوقتي. لا لا لا، عايزك تاجل الموضوع ده شويه عشان تتاكد لي من حاجه تانيه خالص. خير؟ عايزك تشوف لي اي ورق او بيانات عن الاصابه اللي تعرض لها سيف. الاصابه؟ ايوه. انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ عايز اعرف الاصابه دي حصلت له امتى وفين، وحصلت له اصلا ولا لا. اصلا ماشي.